انا هستاذنك دلوقتي، عايزين نروح فرنسا ونروح نيس. النهارده كان المؤتمر الصحفي لتقديم منعم، النهارده نادي نيس بيقدمه للاعلام وكده. النهارده كانت واحده من نجوم النادي الاهلي سابقا بقى في الهاندبول مروه عيد عبد الملك، وهي حاليا بتلعب في نادي نيس، هي اللي ترجمت المؤتمر الصحفي النهارده ما بين منعم للاعلام الفرنسي كله. خلينا نرحب بيها ونعرف ايه اللي حصل في وجود منعم. مساء الخير يا كابتن. اهلا، ازي حضرتك محمد؟ ازيك يا كابتن مروه؟ متشرف بوجودي مع حضرتك، وطبعا متشرف ان انا اكون متواجده، فرصه عظيمه ليا ان انا اكون متواجده مع نجم كبير وقامه كبيره وتاريخ كبير لمصر ونادي الزمالك، كابتن فاروق جعفر. طبعا طبعا كابتن فاروق منور الدنيا، وانت منوره الدنيا يا مروه. ربنا يخلي حضرتك. مروه، عايز اقول لك النهارده ايه الكواليس، وتم اختيار مروه هي اللي تقوم بدور الترجمه، ايه اللي حصل؟ ايه القصه جت ازاي يعني؟ والله هو من وقت ما محمد في مصر، اصلا من وقت عبد المنعم هو في مصر، وهو النادي يعني تواصل معايا من اول ما مضوا خلاص مع محمد عبد المنعم، وكل حاجه كان متفقين معانا اول ما عبد المنعم هيوصل ان شاء الله من مصر على نيس هيبقى في مؤتمر، لكن حصلت ظروف الفيزا وكده والموضوع اتاخر. مظبوط. فالموضوع ابتدى يتاجل، فتاجل مره وتاجل اثنين بسبب المنتخب، يعني تاجل كذا مره، لكن كان القرار النهائي ان هو يتعامل النهارده، وهما تواصلوا معايا من فتره كبيره نادي نيس، وانا بالنسبه لي يعني كانت مسؤوليه كبيره، كنت قلقانه، خطوه قلقانه منها جدا، لاني اول مره اتحط في موقف زي ده. كان طلعت في انترفيوز كتير قوي سواء في مصر في القناه عند حضراتكم ده، انت مكسره الدنيا على السوشيال ميديا يا مروه النهارده، يعني مش عايز اقول لك السوشيال ميديا طايره بيكي بالترجمه والكلام اللي قاله منعم، وانت ترجمتيه بشكل محترم وبشكل جميل جدا. فعايز اقول لك انت النهارده نجمه في السوشيال ميديا النهارده في المؤتمر الصحفي بتاع منعم. يعني والله 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 سبحان، انا مش قادره احكي لك، انا اتبسطت قد ايه من ردود الافعال، ما كنتش متخيله ان ردود الافعال هتبقى كبيره للدرجه دي. يمكن انا عملت الموضوع كله عشان خاطر عبد المنعم، كان نفسي ابقى متواجده معاه، وده شرف كبير ليا، ابن بلدي وابن النادي بتاعي. طبعا احنا طبعا طالعين من نادي واحد، النادي الاهلي، طبعا. فان انا اقدر اساعد منعم ويحس ان هو مطمن وانا معاه، فدي كانت حاجه، كانت مسؤوليه بالنسبه لي، وشرف كبير قوي ليا برضه الصراحه. أكيد. ان انا اتحط جنب نجم زي محمد عبد المنعم ده شرف كبير قوي ليا. انبسطت جدا من ردود الافعال، حتى رئيس نادي نيس الفرنسي النهارده وقف اتكلم معايا بعد المؤتمر، انبسطت جدا من رد فعله، انبسطت جدا من ردود الافعال في مصر، وهي دي الصراحه يعني مروه. عايز اسالك، منعم هيقدر يتخطى حته اللغه ويقدر يتعلم بسرعة عشان يندمج؟ أصل لو ما تعلمش هتبقى الأمور صعبة جدا للفرنساوي. هتبقى صعبة، لكن هو الكورة دايما لغة الكورة أسهل شوية من لغة الحياة العادية. هو بدأ طبعًا بعض المصطلحات يتعلمها، النهاردة كنت بتناقش معاه، بدأ يتعلم بعض المصطلحات اللي هتنفعه في الملعب أصلا. بدأ ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، برافو عليه، يعني إن هو قدر يتعلم كام حاجة تفرق معاه في الوقت القصير ده. تديله درس يا مروة حتى النهاردة لا ده هو بدا النهارده كورسات، الحمد لله بدا كورس رسمي النادي جايب له حد يعلمه، فهو بدا فعلا. وحتى النهارده في المؤتمر كانت الصحفيه سالته ان هو المدرب كان عامل له زي تيست امتحان كده النهارده في كام حاجه في الفرنساوي، وهو جاب فيه 9/10، فده رقم كبير قوي بالنسبه ان هو بقى له بس اسبوعين في فرنسا. لكن انا شايفه ان شاء الله ان هي خطوه هتبقى ايجابيه جدا بالنسبه له ان هو يتعلم اللغه بسرعه. اكيد هتساعده جدا في التاقلم، وهو الحمد لله معاه ناس من معاه لعيب من تونس ولعيب ثاني من الجزائر في الفرقه، واللعيبه كمان بتتكلم معاه وهو بيتكلم انجلش برضه، فدي حاجه هتساعده. فانا عندي ثقه كبيره قوي فيه، لان عبد المنعم شخص ذكي ان شاء الله، ويقدر ان هو يتعلم بسرعه، ودي حاجه هتفرق معاه جدا جدا وتساعده على التاقلم ان شاء الله بسرعه اكبر في وقت قصير. اكيد عندي حب استطلاع يا مروه بعد اذنك. اول مره ظهر منعم كان في الملعب، كان نازل التمرينه وهو نازل قال نيسا نيسا، ما بس نفسي عندي حب استطلاع افهم يعني ايه. طيب ايه نيسا دي؟ يعني زي عندنا احنا مثلا في جمهورنا الاهلي مثلا يحيى الاهلي مثلا، فاهم؟ ايه نيسا دي كلمه دي الكلمه الاساسيه هنا في نيس، كل الناس بتقولها، اللي حتى عندهم الجمهور بيقولها يعني. بالظبط، النشيد بتاعهم فيفا نيسا، اللي هي تعيش نيسا، ايسا نيسا دي هم عشان قريبين شويه من ايطاليا، فهي مزيج من اللغه الايطاليه على الفرنسيه في نفس الوقت، ايسا نيسا. فهي دي اللغه، يعني الكلمه الشائعه عندهم دايما في نيسا يعني للجمهور، فدي اساس نيسا، حتى على التيشيرت مكتوب عليها من ورا ايسا نيسا برضه. طب كويس والله، دي حاجه مهمه جدا جدا بالنسبه للجمهور النيسواز او جمهور نيسا في جنوب فرنسا يعني. اكيد. كابتن مروه عايز اسالك، اول محترفه مصريه في الهاندبول
تطلع اوروبا. عايز اعرف ايه اول حاجة واجهتك لغاية ما اندمجتي واشتغلتي وتألقتي وبقيتي خلاص لعيبة محترفة دولية بالشكل اللي احنا يعني نسمعه عنك واللي شفناه النهاردة. يعني اكيد بقى ليكي مكانة موجودة دلوقتي في نادي نيس كمان. فايه ايه المشاكل اللي واجهتك عشان تقدري تندمجي في المجتمع ده وتخوضي تجربة مش اي حد يقدر ياخدها، حتى بالذات بتكلم بالنسبة للبنات يعني. طبعا دي حقيقة، طبعا متفقة مع كلام حضرتك جدا. أنا يمكن أنا محترفة من 2010، أنا بقالي 15 سنة دلوقتي في فرنسا. طبعا فرق العادات والتقاليد، فرق كل حاجة، إن أنت تتأقلم في بلد ثانية، بلد أوروبية، عاداتنا وعاداتهم مختلفة. لكن عامل اللغة كان عامل أساسي بالنسبة لي على في التأقلم. لما اتعلمت اللغة الموضوع فرق معايا جدا جدا جدا، حتى في التعامل مع الناس، في التعامل حتى لو هتخرج لوحدك تشتري حاجه، تاكل في مكان، تتعامل مع اصحابك، دي حاجه هتساعد جدا. أكيد. فانا مبسوطه جدا ان عبد المنعم قدر يعمل دوت، وان هو يبدا النهارده يتعلم فرنساوي النهارده. طبعا مشواري كان صعب، بقالي 15 سنه مشوار كبير قوي، لكن الحمد لله رب العالمين راضي عنه. قدرت احقق حاجات كتير قوي على المستوى الفردي، احسن لعيبه في فرنسا، هدفت الدوري الفرنسي، اخذت جوائز كتير الحمد لله رب العالمين، راضي عن مشواري. حاسه ان انا الحمد لله ربنا كرمني بحاجات كتيره قوي 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 قوي، ومن اهمها النهارده الصراحه يعني حسيت بوضعي جنب محمد عبد المنعم النهارده. حسيت بفخر ان احنا اتنين مصريين، اتنين بننتمي للنادي الاهلي وبننتمي لبلد كبيره زي مصر، حاجه عظيمه. حسيت بفخر كبير قوي النهارده الصراحه. فالحمد لله رب العالمين راضي عن مشوار كبير قوي عملته، وقطعت شوط كبير قوي، اكتر من نص عمري هنا في فرنسا. فالحمد لله ده فضل ونعمه كبيره من ربنا، ربنا يديمها نعمه يعني. اكيد موفقه يا مروه، وفخورين بيكي وسعداء بيكي جدا. والنهارده كنت منوره في المؤتمر الصحفي لمنعم، كان شيء لطيف جدا واختيار جيد منهم، كانوا اذكياء جدا في اختيارك ان انت اللي تقومي بعمليه الترجمه. على الاقل منعم يبقى قاعد مطمن، منعم هيبقى مطمئن بشكل كبير جدا للكلام اللي هيتقال انه هيوصل مظبوط. فدي كانت ذكاء منهم وشطاره منك برضو، ما اقدرش انسى الكلام ده يعني. ربنا يخلي حضرتك والله، زي ما قلت لك كانت مسؤوليه كبيره، لكن أكيد. انا كنت مبسوطه بان منعم مطمن، ودي كانت اهم حاجه. دي كانت مهمه جدا، انا بقول لك هم اذكياء جدا في اختيارك يعني، وانت كنت على قد الحدث بصراحه يا مروه. ربنا يخلي حضرتك، انا ليا شرف والله يعني، ربنا يخلي حضرتك. موفقه وسعداء بيكي جدا جدا، وربنا يوفقك. وفعلا حاجة جميلة نفتخر بيها كده كلنا يا مروة، موفقة دايما يا رب. يا فندم شكرا يا مروة. مروة عبيد عبد الملك نجمة نادي نيس الفرنسي، وكانت لعيبة في النادي الأهلي، وهي اللي قامت بدور الترجمة النهارده.